بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإني بهذه المناسبة أريد أن نلقي أضواء على بعض المسائل التي لها أهميتها في الإسلام، مع أنها يتصورها كثير من ذويه بمفاهيم غير صحيحة. من ذلك ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الصفات التي تمدح بها خالق الكون جل وعلا، أو أثنى بها عليه نبيه صلى الله عليه وسلم كصفة الاستواء ونحو ذلك. فإن كثيراً من أهل الملة الإسلامية يتصورون ذلك بغير المفاهيم الحقيقية، والذي أريد أن أقوله أن المفهوم الصحيح لذلك يتركز على ثلاثة أسس موضحة غاية الإيضاح في القرآن العظيم. الأول منها تنزيه خالق السماوات والأرض التنزيه التام الكامل عن مشابهة شيء من خلقه في الذوات والصفات والأفعال. وهذا الأصل العظيم مستفاد من قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال، ونحو ذلك من الآيات. الثاني من تلك الأسس هو الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به من قال في حقه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله فأنتم أعلم من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وذلك الإيمان بالصفات مبني على أساس تنزيه الخالق عن مماثلة خلقه في شيء من ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإتيانه جل وعلا بقوله وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء له مغزى عظيم وسر كبير وتعليم واضح لا لبس في الحق معه، لأن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات، ولله المثل الأعلى. فكأنه يقول لا تتنطع يا عبدي فتنفي عني صفة سمعي وبصري، مدعيا أن الحيوانات تسمع وتبصر، وأن إثبات سمعي وبصري لي والإيمان بهما يستلزم التشبيه بما يسمع ويبصر من خلقي. لا، بل آمن بسمعي وبصري وأثبتهما لي، ولكن لاحظ في ذلك الإثبات قولي قبله مقترنا به ليس كمثله شيء. فأول الآية دليل على التنزيه الكامل من غير تعطيل، وآخرها دليل على الإيمان بالصفات من غير تشبيه ولا تمثيل. فيلزم من ذلك إيمان وتنزيه. فمن تقدم بين يدي الله وتجرأ على أن ينفي عنه وصفا أثنى به على نفسه أو أثنى عليه به نبيه صلى الله عليه وسلم، فكأنه يجعل نفسه أعلم بالله من الله ورسوله سبحانك. هذا بهتان عظيم. ومن اعتقد أن وصفا أثنى الله به على نفسه يشبه شيئا من صفات خلقه فهو أجهل خلق الله بالله. ومن أثبت لله ما أثبته لنفسه في حال كونه منزها ربه غاية التنزيه عن مشابهة صفات الخلق فهو مؤمن منزه سالم من ورطة التشبيه والتعطيل، مستضيء بنور قوله تعالى
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الثالث من تلك الأسس قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصاف، لأن العقول لا تحيط علما بمن خلقها. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فقوله لا يحيطون فعل في سياق النفي، وهو صيغة عموم كما هو مقرر في الأصول. ومن المعلوم أن الفعل قسمان: فعل حقيقي وفعل صناعي. أما الحقيقي فهو الحدث المتجدد المعبر عنه في علم النحو بالمصدر، وأما الصناعي فهو المعروف في الصناعة النحوية بفعل الأمر والماضي والمضارع. والفعل الصناعي ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين، وعن مصدر وزمن ونسبة عند جماعة من البلاغيين، كما حرروه في مبحث الاستعارة التبعية. والمقصود أن المصدر كامن في مفهوم الفعل الصناعي إجماعا، وذلك المصدر لم يتعرف بمعرف فهو في معنى النكرة. فالنفي المقترن بالفعل يتسلط على المصدر الكامن في مفهومه فيؤول إلى معنى النكرة في سياق النفي، وهي من صياغ العموم كما هو معروف في محله. فقوله إذن ولا يحيطون به علما في معنى لا إحاطة للعلم البشري بخالق الكون جل وعلا. وأنا أؤكد لكم كل التوكيد أنكم إن لقيتم ربكم يوم القيامة معتقدين في آيات الصفات هذا المعنى الصحيح المتركز على هذه الأسس الثلاثة القرآنية، لا يلومكم الله ولا يوبخكم على ذلك، فلا يقول لكم لم تنزهونني عن مشابهة خلقي، ولا يقول لكم لم تؤمنون بصفاتي وتصدقونني فيما مدحت به نفسي أو أثنى به علي نبيه، ولا يقول لكم لم لا تقولون إن علمكم محيط بمن خلقكم. فهذا المفهوم الصحيح طريق سلامة محققة، لأنه في نور القرآن العظيم. ولو تنطع متنطع فقال بينوا لنا كيفية للاستواء مثلا منزهة عن كيفية استواء المخلوقين لنعتقد صفة استواء منزهة عن مشابهة صفات الخلق، قلنا: أعرفت كيفية الذات المقدسة المتصفة بتلك الصفات فلا بد أن يقول لا. فنقول: معرفة كيفية الاتصاف متوقفة على معرفة كيفية الذات، فسبحان من أحاط بكل شيء علما ولا يحيطون به علما. وبالجملة فالله جل وعلا حق وصفاته حق، والمخلوقون حق وصفاتهم حق، وللخالق صفات لائقة بكماله وجلاله، وللخلق صفات لائقة بحالهم، وبين صفة الخالق والمخلوق من التغاير والمنافاة مثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. ألا ترون أن الله تعالى وصف نفسه بالقدرة فقال: والله على كل شيء قدير، ووصف بعض خلقه بالقدرة قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، ووصف نفسه بالحياة قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الحي لا إله إلا هو. ووصف بعض خلقه بالحياة قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي، ويوم يموت ويوم يبعث حيا، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فلله قدرة وحياة لائقتان بكماله وجلاله، وللمخلوقين قدرة وحياة مناسبة لحالهم وفقرهم وفنائهم. وبين قدرة الخالق وحياته وقدرة المخلوق وحياته من المنافاة مثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. ووصف نفسه بالعلم قال: والله بكل شيء عليم. فلنقصن عليهم بعلم
لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، ووصف بعض خلقه بالعلم، قال: وإنه لذو علم لما علمناه، وبشروه بغلام عليم، يعلمون ما تفعلون، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فعلم الله مناف لعلم المخلوق كما بيناه، ولو تتبعنا الآيات الواردة بنحو ذلك لجئنا بها منها بالمئات، ولكن القصد مطلق التمثيل. وكذلك وصف نفسه بالاستواء على العرش في 7 آيات من كتابه، ووصف بعض خلقه بالاستواء على بعض المخلوقات كقوله: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وقوله: واستوت على الجودي، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. فاستواء الله على عرشه الذي تمدح به وأثنى به على نفسه بالغ من الكمال والجلال، ما يقطع علائق أوهام المشابهة بينه وبين استواء خلقه كقدرته وعلمه.